بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة نكمل محاضرات البوست جرادويت ديرماتولوجي، وهنرجع تاني لموضوع السكين تيومرز. إحنا طبعا كنا قبل كده عملنا سلسلة محاضرات في السكين تيومرز موجودة في البلاي ليست دي، ممكن نرجع لها. والنهاردة هنتكلم على سيزاري سندروم، وده طبعا زي ما كلنا عارفين وهندرس دلوقتي بالتفصيل نوع من أنواع الاجريسيف تي سيل لينفوما، الكوتينيوس تي سيل لينفوما الاجريسيف. هنبدا ندرسه دلوقتي بالتفصيل. اول حاجه قبل ما نبدا في السيزاري سندروم، خلينا نفتكر تقسيمه البرايمري كوتينيوس لينفوماز. طبعا احنا عندنا نوعين كبار، التي سيل والبي سيل. اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هو التي سيل. التي سيل بتتقسم زي ما احنا شايفين كده لمجموعتين، مجموعة بتبقى اندولنت او لو جريد او سلولي بروجريسيف، وطبعا دي على رأسها الام اف، وفي مجموعة تانية بتبقى اجريسيف وطبعا دي على رأسها السيزري سندروم. فاحنا دلوقتي مش هندرس طبعا الاندولنت، النوع اللي هندرسه اللي هو السيزري سندروم ده نوع من انواع الاجريسيف برايمري كوتينيوس تي سيل لمفوما. يعني احنا لما نبص تاني كده بسرعه للتي سيل، في مجموعه اندولنت على راسها الام اف، وفي مجموعه اجريسيف اللي هي من ضمنها السيزري. لما نبدا بقى، يبقى دلوقتي احنا عرفنا ان السيزري ده عباره عن تي سيل لمفوما اجريسيف تايب، ومن المهم قوي برضو ان احنا نعرف من الاول ان سيستميك اتس فروم ذا ستارت مع سيستميك افكشن. تعريفه وتشخيصه والدياجنوستيك كريتيريا بتاعته بتعتمد على 3 كريتيريا، 3 حاجات، او بنقول تريات. يعني السيدري سندروم ده تريات. اول حاجه اريثروديرما، وطبعا كلنا عارفين اريثروديرما يعني جنراليزد اريسيما وسكيلينج، تاخد اكتر من 90% من الجسم، يعني هنلاقي معظم الجسم اريسيميتاس وسكيلي، معاه ليمفادينوباسي جنراليزد نوت لوكالايزد سيرفايكال او غيره، لا ده واخد معظم الليمف نود في الجسم. ورقم ثلاثة ان النيوبلاستيك سيلز او الاتيبيكال تي ليمفوسايت بتبقى موجودة طبعا في الجلد، لان كوتينيوس ليمفوما موجودة في الليمف نود، موجودة كمان في الانترنال اورجان، لكن الاهم انها موجودة في السيركيوليشن في البريفرال بلاد. الثلاثية دي لازم تكون موجودة عشان نشخص السيدري سندروم، اللي هي اريثروديرما جنراليزد ليمفادينوباسي واتيبيكال ليمفوسايت ان ذا سيركيوليشن، والاتيبيكال ليمفوسايت دي بنسميها السيزري سيلز. طبعا هي لازم يكون ليها نسبه معينه من البريفرال ليمفوسايت او من البريفرال تي سيلز او غيره، فهي هنقولها بعد كده بالتفصيل، ولكن لازم العدد بتاعها يكون على الاقل 1000 خليه بير كيوبيك مليمتر، 1000 خليه مش اقل ايه من كده. طبعا ممكن يبقى اكتر درجات تانية هنقولها، ولكن هو اتليست 1000 خلية في كل كيوبيك مليمتر او المليليتر زي ما احنا بنقول. سيدري سندروم ده موقعه ايه وسط الليمفوماس؟ هي الليمفوماس بشكل عام هي امراض نادرة. السيدري سندروم نوع نادر منها، وبيمثل 5% بس من حالات التي سيل ليمفوما. بمعنى ان وسط التي سيل احنا عندنا انواع كتيره جدا اندولنت واجريسيف، نسبه السيدري سندروم فيها 5% فقط، فبالتالي ما هوش كومن. اللي كومن جدا طبعا هو الام اف، اكتر من 50% من الحالات. طبعا هو برضو بيبقى اكتر في الادلت، وده التيبيكال بريزنتيشن بتاع الليمفوما بشكل عام. كلينيكالي احنا اتفقنا طبعا احنا عندنا تريات، ده هنشوفه كساين اللي هو الاريثروديرما جنرالايزد اريسيما وسكيل، وعندنا جنرالايزد ليمفادينوباسي طبعا، وممكن نلاقي اذر فيتشر لان هو مالتي سيستميك. على بالنسبه للجلد بقى في حاجات مهمه، ممكن نلاقي ايه الوبيشيا هير لوس، نيل ديستروفي او نيل تشينج، ممكن نلاقي ايه بالمو بلانتر كراتوديرما وهكذا، في اذر اسوشيتد فيتشر بالاضافه للاريثروديرما والليمف نود. كسيمتوم المرض ده برضه من الحاجات المهمه جدا ان هو انتنسلي بروليتيك، هايلي بروليتيك. طبعا دي خاصيه من خصائص المالجنسي بشكل عام، ان بيكون فيها بروليتس جنرالايز بروليتس، فدي حاجه مهمه، دي برضه بتفرقه عن الام اف
او باقي الانواع بتاعه الدي سي ليمفوما بشكل عام. ان هناك البروريتس ممكن ما تكونش واضحه قوي، لكن في ستيدري سندروم it is highly pruritic disease. في بقى نقطه مهمه جدا جدا عن الاونست بتاع المرض ده. هل ستيدري سندروم بيبدا دي نوفو، بمعنى it is the first presentation، ولا ممكن كان في حاله كلاسيك ام اف، والكلاسيك ام اف دي حصل لها جنراليزيشن ودخلت في الاستروديرما وبالتالي بقت سيزاري سندروم؟ الاحتمالين واردين طبعا، الغالبيه العظمى ان هو دي نوفو within a short time، ان مره واحده يحصل جنراليزد ريسيما وسكيلينج وانفلتريشن باي اتيبيكال ليمفوسايت، وطبعا بيبقى معاها في الاول شويه برودروم ان ذا فورم اوف بروريتس نون سبيسيفيك ليجن وهكذا. الحاله الثانيه اللي احنا بعد كده هنتكلم عنها في الديفرنشال دايجنوستيك، ان لو في حاله ام اف حصل لها جنراليزيشن واستوفت كل الشروط بقى، اللي هي بقى فيها اريثروديرما، بقى فيها جنرال ليمفادينوباسي، بقى فيها تيبيكال ليمفوسايت في البلد بنسبه معينه زي ما قلنا اكتر من 1000 لكل كيوبيك مليمتر، في الحاله دي بنقول عليه سيزري سندروم سكندري او بريسيدد باي ام اف. طبعا الاحتمالين موجودين، لكن احنا في النهايه علشان نشخص سيزري سواء كده او كده لابد من الثري كرايتيريا اللي احنا قلنا عليها. طبعا كباثولوجي لما ناخد عينه احنا عندنا هنا مشكلتين، هو اولا كحاله ام اف او كحاله تي سيل لمفوما هو نفس الكلام، هنلاقي اتيبيكال ليمفوسايت، بس الاتيبيكال ليمفوسايت في المرحله دي بتبقى عامله زي النودولار ستيج، بتبقى اكتر في الديرمس وما فيش ابيديرماتروبيزم، يعني there is no epidermal infiltration في حاله السيزري سندروم. هي طبعا هي اريثروديرما كمان، فبتخش في الديفرنشال دايجنوست اوف اريثروديرما. طيب الماركر، الماركر بتاعتنا هي طبعا تي سيل ليمفوما تبقى سي دي 3 بوزيتيف، لان ده الماركر الخاص بالتي سيل، وطبعا هي في الغالب بتبقى اوف ذا هيلبر تايب، تي هيلبر يبقى سي دي 4 بوزيتيف والسي دي 8 نيجاتيف. طبعا هي كاريثروديرما ممكن في بعض الحالات تبقى نون سبيسيفيك فايندينج في الهيستوباثولوجي، لان احنا الاريثروديرما جنرالايز اريسيما سكيلينج، فممكن الاقي برضه دايلاتيشن وما الاقيش كريتيريا واضحه، دي حاجه كل حالات الاريثروديرما. لكن الهيستوكيمستري طبعا مع الكريتيريا اللي قلناها قبل كده بيساعد في التشخيص. بالاضافه بقى لحاجه مهمه، ان عشان هو سيستميك ديزيز فروم ذا ستارت، احنا ممكن ناخد باثولوجي من الليمف نود اللارج الليمف نود، وفي الحاله دي هنلاقي اتيبيكال ليمفوسايت برضه، او ايفن حتى بون مارو اسبايريت هنلاقي برضو تيبيكال ليمفوسايت لو كان حصل افكشن او يعني بيحصل انفيجن. فهو كونه سيستميك ديزيز بيخلينا كمان ان انا ممكن اخد البيوبسي من الليمف نود، وده بيساعدني في التشخيص. نيجي بقى لموضوع الديفرنشال دايجنوز، احنا زي ما اتفقنا ان هو بريزنت باريثروديرما، فبالتالي طبعا ده هيفتح مجال للاذر كودس اوف اريثروديرما، خاصة الحاجات النان نيوبلاستيك اللي هي مش أورام، زي بقى السورايسيز، زي الأتوبيك درماتيتس، زي الدراج رياكشن، زي البي آر بي، يعني كل الأسباب المختلفة بتاعة الإريثروديرما. وطبعا دي ممكن نشخصها بالكريتيريا بتاعة الأمراض دي أو الهيستوري أو الديستريبيوشن. لكن النقطة المهمة بقى زي ما قلنا، هل السيدري سندروم كان جاي من إم إف حصل له إريثروديرما وباقي الكريتيريا؟ لو ام اف حصل لها اريثروديرما وجنرال ليمفادينوباسي واتيبيكال ليمفوسايت، في الحاله دي بنقول ان ده سيدري سندروم سكندري. لكن لو فرضنا بقى، وده نقطه مهمه جدا، عندي حاله ام اف حصل جنراليزيشن واريثيما وسكيل فدخل في اريثروديرما بات without the other features، يعني حاله الام اف دي حصل لها اريثروديرما ما حاش جنرال ليمفادينوباسي، ما حاش تيبيكال ليمفوسايت بالعدد الكافي في البلد، في الحاله دي بقى نقول عليها سيدري سندروم ولا لا؟ طبعا مش هينفع نقول عليها سيدري سندروم، وانما بنسميها الاسم ده اللي هو اريثروديرميك ام اف. يبقى اريثروديرميك ام اف الحاجه بس المشتركه الوحيده بينه وبين سيدري سندروم ان انا عندي اريثروديرم، لكن مش معنى ان هو ام اف واريثروديرم نقول عليه سيدري، لازم اشوف الشرطين التانيين الليمف نود والنمبر اوف اتيبيكال ليمفوسايت في البريفرال بلاد. عشان كده بنقول
لو انا عندي اريثروديرما لكن مفيش بلاد فايندينج، او ان انا شفت البلاد سيل لقيت النمبر بتاعها اقل من المطلوب، او مفيش ليمف نود، كل ده ما اقدرش اقول عليه سيزاري، ولا اقدر اقول ام اف كلاسيك، دي اريثروديرميك ام اف. لكن لو وصلنا بقى للكريتيريا ان في ليمف نود واتيبيكال ليمفوسايت في البلاد، يبقى في الحاله دي هو ده خلاص سيزاري سندروم. ونسبه الخلايا اللي هي الاتيبيكال ليمفوسايت او السيزاري سيلز في البلاد معمول لها جريدنج بي 0 وبي 1 وبي 2، واحنا قلنا بي 2 ده هو ده المطلوب، ان يبقى اكتر من 1000 الكيوبيك مليمتر، او النسبه بتاعتها اكتر من 20% اتيبيكال تي سيل على البريفرال سمير. لو اقل من الارقام دي اسمها بي 1، ولو اقل من 5% دي يبقى النورمال فايندينج بنسميها البي 0. فاذا هي في درجات حتى للتشخيص كمان، في نورمال، في بري سيدري، وفي السيدري نفسه. السيدري نفسه لازم يكون اكتر من 1000 آلية لكل مليمتر مكعب او كيوبيك ملي متر.